محمد محب النهضة القنيطرية. كنشكر المنتخب المغربي على هذا الإنجاز اللي حقه للشعب المغربي والريادي الأول صاحب الجلالة محمد السادس، وبغينا المغاربة دائما يكونوا بحال هكا. وشكرا يا حسين عبد الحاج أحمد البوشي الملقب بأحمد البوشي حارس سابق النادي القنيطري. بغيت نعمل الابتسامات ديالنا والتشكرات ديالنا مع فرحتنا بهذا الانجاز اللي نزلوه الفريق الوطني المغربي، وتنشكرهم لانهم ركزوا وبدعوا وفرحونا وفرجونا وفرجوا جميع الجماهير. شكرا لهم وشكرا للطاقم والصاهرين على الفريق الوطني. السلام عليكم. هنيئا للمنتخب المغربي بهذا الانجاز، فضحونا بزاف وكنتمناو بيمشيو كاس العالم ان شاء الله يفضحوا جديدين يفضحونا اكثر، وهذا اللي كنتمناو. كنتمناو لسيدنا الرياضي الاول هو الاول اللي كنهنيوه. السلام عليكم ورحمه الله. نتمناو يزيدوا يعطيو اكثر من هذا الشيء هدف صفيه في الكاس العالم.